السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. جزيلا لك زميلي الأختر بريش، والشكر موصول لكل ضيوفك الأعزاء الكرام وكذلك لكل المشاهدين معنا في نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 32 بين السنغال والجزائر على أرض العاصمة المصرية القاهرة في حضور جماهيري جزائري غفير يقدر بين 15 و20 ألف مناصر مقابل حوالي 1000 مناصر في الجهة المقابلة من عشاق السنغال والألاف من المصريين المتعاطفين والألاف من المصريين المشجعين للجزائريين والملايين من القلوب والعقول المعلقة هنا في مصر، هنالك في الجزائر، هنالك في غزة وفي الأراضي الفلسطينية وفي كل بقاع الدنيا في المنطقة العربية وشمال إفريقيا. الذي سيشهد بعد لحظات نهائي لم يكن متوقعا كما قلنا وكما سنكرره في كل مرة بين الجزائر والسنغال، السنغال لثاني مرة في النهائي والجزائر لثالث مرة سبق وأن لعبت نهائي سنة 80 أمام نيجيريا هنالك في ليغوس ولعبت منذ 29 عاما هنالك في الجزائر العاصمة أمام نيجيريا عندما فزنا عليهم وتأرنا، ثم جاء الموعد هنا في المرة الثالثة بكيفية، أولا بشكل غير منتظر ولكن بكيفية كانت جميلة يا رياض لو تكررها وتعيدها مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة. الجزائر التي تدشن عودتها هنا من أرض الكنانة في مصر في أجواء كبيرة وكبيرة جدا بشكل رائع ورائع جدا في الدور المجموعات وفزنا عليه بهدف مقابل. لعبنا مباراة أولى، ينفذ التماس، البحث عن الدعاية، دخل كرة خطيرة والكرة وضربت مرمى. يقول حكم المباراة لصالح الرئيس وهاب مبلحي. أتوقع بغداد رياض من هنالك رياض يا بغداد وقول قول ينتظروا هناك سفيان ساقط. هاي يا 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 سلامات يا سفيان، سلامات يا سفيان، سلامات يا سفيان. نحن فقط في البداية، خمس دقائق لعب منذ انطلاقة بعد تنفيذ المخالفة. يأمر سفيان بالدخول لصالح يوسف بليلي موجود على الجهة اليسرى، جمال بالعمري، ابحث عن جمال يوسف، ابحث عن جمال يوسف، كرة بعيدة وبالراس وبابا خطيرة ورياح. هاي يا بغداد، هاي يا بغداد، يو 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 رئيس قسما ورئيس. كم هو جميل أنه حارس مرمى في مباراة ليس فقط في النهائي، في مباراة يلمس أول كرة وتروح لبن ناصر حداري يزفان وفي خطأ من سفيان، حداري يزفان وفي خطأ من سفيان، حذري يا بغيا جمال، حذري كرة بالراس، التغطية دفاعية راح عيسى مندي طبها رياض وراح من هنالك يوسف بليلي. رياض فان في القائم الأول، غطي مليح يا زفان في القائم الأول، تلعب البعيدة وسلامات، زلنا في أماكننا وكأننا نسينا الهدف. كرة بالراس، حذري من ساديو ديورا والكرة في التماس جزائري يا سيد يوسف، مازال يوسف عند الكرة، يطلب رياض، يطلب رياض، يوسف ورياض والدفاع، استلم على ساديو، ساديو والدفاع على يسار الحارس الرئيس وهاب مبلحي. صعب يخرج رئيس في كرة مثل هذه قصيرة، صعب يخرج رئيس، عليكم الآن بالدفاع على هذه الكرة في القائم الثاني من هنا، تروح مباشرة ليوسف بليلي، يوسف بليلي يسمع عن سعيد بن ناصر والكرة في التماس جزائرية قسما بعد هذه الكرة من يوسف بليلي لإسماعيل بن ناصر. شفتوا دي ديبلومون، يدخل اسمه ليوسف بليلي يروح في مكانه إسماعيل بن ناصر، هنالك كذلك يا مهدي زفان الكرة البعيدة، خليها خليها خليها، راحت الكرة
البعيدة من شيخو، التغطية بالرأس هاي لمرت على ساديو ماني، فعلها ساديو ماني راح ومعه بن ناصر، وساديو ماني وبن ناصر وفي خطأ يقول حكم المباراة ساديو ماني وبن ناصر. أنت لازم لك بن ناصر يا ساديو ماني، لازم لك بن ناصر يا ساديو ماني. شوف هذا العنيد وهذا الجهة، تقنية الفار موجودة، الكرة في المخالفة حذرية. رئيس عرفتها يا رئيس، عرفتها يا رئيس بأنه سعيد سددها، بدأت في وضع التسلل، الكرة وصلت من هناك لساليف ساني، رجعت للخلف لشيخو كوياتي مع اسماعيل، وصلت ليوسف وفي خطأ يا سيد الحكم لم يقل. يو 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 رامي رامي وخطأ كل حكم المباراة. يا لها من تدخلت، يضبط على الحكم من أجل إخراج البطاقة الصفراء لرامي بن سبعيني. جمال يا جمال، خطأ في التقدير يا سفيان، ما زالت الكرة سينيغالية وراحت لكرة فرقنية لصالح منتخب السينيغال. من هنالك تنفذ خطيرة يا راو عدلان غيدا ناحية ميونغ، التغطية من جمال بالعمري وصلت لميونغ، ما زالت الكرة سينيغالية وصلت لنباي لميونغ. با 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 با. أول تسديدة صاروخية على مرمى الحارس رئيس وهاب بولحي من هذه الكرة السينيغالية. يا 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 حبيب العمري، التوزيع خطيرة بينية. يو 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 سهولة مرتدي مرة، والكرة خطيرة تلعب دفاعية من دحين يا سيد الحكم. الكرة في المخالفة صعبة كثير للسينيغال. لن وجمال وجمال ويتفوق جمال، وجمال يقاوم مازال من عدلان، وانطلاقة سينيغالية وكرة خطيرة والبينية والتوغل والخطورة. با 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 وزفان يخرج ركنية، وزفان يخرج ركنية. يا رامي يا بن سبعيني يا بني، يا رامي يا بن سبعيني الله يرحم والديك يا رامي. العب الكرة وانسى اللاعبين، انا عارف بانك انت تعرف. اسماعيل صايرة خطيرة ومازال مهاجم يانغ، حذري 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 يا جمال. رديد على اللعبة، نعرف اللعبة هاي الكرة، يوسف يلعب لإسماعيل، إسماعيل بن ناصر، والحكم يقول ضربة مرمى، اعتبرها كتف لكتف بين يوسف وإسماعيل. إسماعيل ينفذ الكرة، أولا لا رامي، ما زالت قصمة مع رامي، قصمة ورامي، يرجع للخلف لإسماعيل صار ورئيس، إسماعيل صار ورئيس يلتقي التهديد. هاي كرة تقول، هاي كرة تقول يا يوسف، هاي كرة تقول يا يوسف، هاي كرة تقول يا يوسف، ورياض والدفاع يبحث عن يوسف بليلي، تسترجع من هنالك، يوسف لم يتمكن من هذه، يوسف وبن ناصر والتغطية دفاعية من قصمة، قصمة مع يوسف في الدفع وخطأ، في الدفع وخطأ كل حكم المباراة. تركزوا لي مع الكرة ومع اللعب ومع الخصم ومع الزملاء. عند الكرة رجع للخلف سينيغالية، الكرة ورياض رمي هذه الكرة في للأمام في اتجاه الرؤوس، كرة رايس هايفات وسلامات، راحت ضربة مرمى يقول حكم المباراة. يا له من حراك ويا له ساديو ماني، ولا لا يلعب من دون سايفيت، يستعيد والتغيير يحدث، يخرج هنان دياي ويدخل دياي، حذري من الكرة هذه خطيرة بين أحضان الحارس السنغال. اي 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 ورياض، اي اي اي، ماذا هنالك؟ ضرب الجزاء، ضرب الجزاء للسنغال، ضرب الجزاء للسنغال يقول حكم المباراة. السنغال حكايتهم حكايات مع تقدير الحكم، ما هو اعتقد رما راح يصفر، راح يرفضها، اعتقد راح يقول ليس هناك ضرب الجزاء. يا سيد الحكم، 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 ما راحش يصفرها، ما راحش يصفرها، ما راحش يصفرها. العب العب العب، ما راحش يصفرها. العب العب، ما راحش يصفرها. العب العب، ما راحش يصفرها. هاي نقطة تحول المباراة، هاي نقطة تحول المباراة، قال الحكم العب، هذه هي نقطة تحول المباراة، أعطيوني الكرة يقول حكم اللقاء. راح سفيان، راح سفيان، راح سفيان، غطى كورتو سفيان، مازال يرجع لي ماني، يرجع معي رياض ماني، أوه في خطأ على يوسف بليلي، كرة في العمق، حذري 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 حذري، بابا 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 بابا، راحت سلامات، راحت سلامات هاتي الكرة. مش متعودين نخليه فراغات مثل هذه يخرج لنا ماينيونغ، مش متعودين. شوف وين خرج لك يا جمال ويا عيسى يمندي، ماني مرة ثانية، تبقى سينيغالية، رجعت الخلف، تسديدة ولا لا رئيس، يا رئيس يا رئيس يا رئيس يا رئيس، يخرجها للركنية كرة صبالي. من هنالك رياض يبحث عن الرؤوس، رياض جول، ولا لا ركنية، رائعة التوزيع هذه في اتجاه الرؤوس،
رامي بن سبعين يشوف يوسف مازال عند الكرة، يوسف يدخل، يوسف يمر، يوسف وتوزيعه با 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 يا 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 هنا يخرج وسط ميدان أنري سايفيت ويدخل مبايد يان ويصبح يلعب السنيكال، تلقى عن طريق اللاعب اللاعب قسما كرته لم تمر، يوسف بليلي ويتغني، وعارفين بانه ليالي القاهره هي 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 تماما عرضيه بعيده لساديو ماني، ساديو ماني وتدخل رائع، ثم رياض صبالي 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 ساديو ماني.